مرحبا بكم في صحة ماج، كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة التغذية والجمال. وإذا تابعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا كيفاش تستعملوا الأجهزة الذكية تاعكم بطريقة صحيحة. في رأيكم الأجهزة الذكية تأثر على نمو الأطفال؟ أكيد صحيح، كاين عدة دراسات بينت باللي الشاشات الرقمية تتسبب في تأخر النطق عند الطفل وتسبب له ثاني الانعزال والانطوائية. تأثيرات سلبية تاع الشاشات الرقمية تاع التليفون والتلفزيون وحتى الأورديناتور تجي نتيجة الضوء الأزرق اللي تطلقه. الاستعمال الخطأ تاع الأجهزة الذكية يضرنا ويدير أورام، منها آلام في الكتف وفي الرأس، يدير تاني الأرق وضعف في التركيز، يدير مشاكل في الرؤية، نلقاو تاني جفاف العين وعدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى اضطرابات في النوم. باش تفادوا أضرار الشاشات الرقمية على الصحة تاعكم، ديروا التليفون تاعكم اون مود أفيون في الوقت اللي ما تستعملوش ولا اللي تكونوا متأكدين بلي واحد ما راح يكلمكم. بعدوا التليفون قدر الإمكان على الجسم تاعكم وإيفيتيو تحطوه في الجيب تاعكم. فضلوا ليكيتمان ليبر، يعني اللي فيهم الخيط قدر الممكن، واجتنبوا سماعات البلوتوث على خاطر هي تاني تصدر إشعاعات مضرة. خليوا مسافة تاع 30 سنتيمتر بين شاشة تاع الجهاز وبين عينيكم. لازم الغرفة اللي تكونوا فيها تكون ضاوية، يعني ماشي في الظلمة وقبل ما ترقدوا. إضاءة تاع الجهاز تكون متوسطة وما ديروهاش أفون. نقدم لكم اون استوس باش تحميو عينيكم من أضرار تاع الشاشات. كاين قاعدة واسمها قاعدة العشرين، يعني لازم تاخذوا استراحة تاع 20 ثانية كل 20 دقيقة من استعمال الجهاز. بعدوا النظر تاعكم 20 قدم، يعني 6 مترات من ليكرون. ان شاء الله نكونوا فدناكم. تقدروا تعاودوا تشوفوا صحه ماك على انترنت فيسبوك ولا يوتيوب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وبقاو على خير. تيزانة سون تي في الغازات القولون هي مجموعة من النباتات ذات خصائص هضمية تساهم في العمل الجيد للقولون.